هم خيرة كفاءات تونس من خريجي الجامعات الأمريكية والأوروبية، عادوا إلى أرض الوطن ليقفوا على مدى الفجوة الواسعة بين واقع البحث العلمي في تونس وما بلغته البحوث الأكاديمية العالمية من تطور. أنا تخرجت من جامعة واشنطن في سنة 2008، روحت لتونس في 2009، ما لقيتش الحقيقة معناها المناخ ولا المحيط المتلائم مع الحاجة اللي قريتها. حاولت معناها باش نتصل بالعبيد معناها اللي يخدموا في الميدان، صحيح كان فما تجاوب ولكن الأطر ماهيش موجودة واللي بيجي ما فماش معناها حاجة كبيرة صايرة في الدومين اللي أنا قريت فيه. دونك قعدت نخدم أكثرية مع أفريقيا أكثر من نخدم مع تونس. تواضع التمويل العمومي للبحث العلمي وضآلة البنية التحتية المخصصة له دفعت ببعض المؤسسات البحثية الأجنبية إلى المساعدة وتقديم الدعم. الشراكة اللي معانا مع لونيفرسيتي باري دوفين ما توقفش اونيكمون في لي ديبلوم. عندنا في المشروع نتاعنا من سنة 2013-2014 إن شاء الله ندعموا البحث العلمي في تونس. وشنو اللي نحبوا نعملوا؟ احنا نحبوا نوفروا للتوينسة اللي موجودين اللي قاعدين يعملوا في البحث، نحبوا نعاونوهم ونعطيوهم الانفيرونمون واللوجيستيك اللي حاشتهم بهم باش ينجموا يعملوا البحث العلمي. البقاء خارج دائرة التقدم العلمي يحول حتما دون رقي المجتمع إلى المستوى المأمول. ترصد له ميزانية ضخمة في البلدان المتقدمة، أما في تونس فلم ينفذ عنه الغبار بعد. بقي قطاع البحث العلمي غير قادر على استيعاب الكفاءات التونسية من خريجي الجامعات الأوروبية والأمريكية في انتظار قرارات عاجلة تدفع القطاع قدما إلى الأمام. منيرة شريفي، قناة المتوسط، تونس.